مشهد المقاطعة في هذه اللحظات التي نحدثكم فيها تساقطات مطرية خفيفة جدا. إذا هذه هي اللحظة التاريخية، رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الآن ينزل مع سلم الطائرة في مطار أطار الدولي. هذا الحدث التاريخي الذي حضر له هنا والذي اجتهد الجميع لوضعكم مشاهدين الكرام في هذه الصورة. إذا رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز الآن يصافح والي ولاية أدرار والسلطات الإدارية والعسكرية وفي هذه الولاية. زميل مختار بابا والأحمدو. نعم مشاهدي قناة الموريتانية في كل مكان، كما تتابعون هذه اللحظة ومباشرة من مطار مدينة أطار، لحظات الأولى لوصول رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في مستهل زيارة هامة يقوم بها لهذه المدينة ومن خلالها لولاية أدرار ومقاطعاتها، زيارة تحمل أكثر من طابع مهم. أولا أنه سيشرف لأول مرة من مدينة أطار على فعاليات تخليد الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني من هنا، وثانيا أنه سيطلع ميدانيا وعن قرب على ظروف وأحوال المواطنين ساكني هذه المنطقة الشمالية. في الصورة تشاهدون تغطية إعلامية متميزة حظيت بها هذه الزيارة، وذلك طبعا يسمح لي فرصة سانحة لأؤكد هنا. نعم مختار. إذن فقط مختار بابا نشاهد هذه الصور وأذكرك بالوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية حيث يرافقه الدكتور مولاي محمد الأغضب، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد بن عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن البروفيسور كان أبو بكر، وزير الصحة أمال مت مولود، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الأمينة مثل قطب الأمامة، وزيرة الزراعة أحمد سالم عبد الرؤوف، وزير التجهيز والنقل. كذلك يسلم السيد المختار وزير التهذيب ومحمد والأحمد سالم والمحمد رارة مفوض الأمين الغذائي أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد والباهية ملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، محمد والطالب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، زيدان والحميدة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أحمد والنيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، تيام جنبار مستشار برئاسة الجمهورية، محمد والشيخ والسيد محمد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. هذه هي تشكيلة الوفد الرئاسي زميلي مختار بابا، ونتابع تعليقك على هذه الصور. نعم صورة فنية رائعة تشاهدون الآن، جماهير مصطفة في مطار أطار في بطحاء هضبة أدرار، لوحة فنية رائعة جدا مع مناخ هادئ ينبئ بأن هذه الزيارة بإذن الله سوف تكون زيارة ناجحة بجميع المقاييس. كما ذكرت مشكورا الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، أذكر لك أنا هنا أؤكد لك أن ثمة هنا في وفود عديدة تمثل مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الهيئات الوطنية ومنظمات غير حكومية توافدوا هنا قبل أيام لاستقبال رئيس الجمهورية، والآن في المطار جزء ما تشاهد الآن من تجمهر في المطار ما هو إلا جزء من رؤساء وممثلي هذه الرابطات، وفي المدينة وفي أجنحتها ومقاطعاتها وأحيائها تتوزع هذه الرابطات والأحزاب بعبارات بلافتات تحمل ترحيبا برئيس الجمهورية وتثمينا بما تحقق من إنجازات شاملة على المستوى المدينة هنا ولاية أدرار أقصد، أو على مستوى جميع ولايات البلاد أو على المستوى الدبلوماسي. إذن
لافتات سوف نحاول من خلال شبكة مصورين أن نعكسها لكم لتتأكدوا من أن تثمين هذه الإنجازات التي تحققت عليه الإجماع هنا على مستوى المدينة. إذن هذه اللحظات ما زلنا نتابع مراسيم الاستقبال الرسمي والشعبي على المستوى المطار. وقبل أحاول أن أستبق الأحداث أذكر أيضا أنه من مدخل المطار إلى وسط المدينة إلى إقامة رئيس الجمهورية أخذ المواطنون أماكنهم منذ ساعات الصباح واصطفوا على جنبات الطريق كما تشاهدون في المستقبلين جانب من المستقبلين في وسط المدينة كما نتابع. إذن وتحية لجهود مصوري قناة الموريتانية وكذلك مخرجها ومهندسها وفنيها على هذه الصور الجميلة والرائعة وعلى كذلك هذا الإخراج الممتاز حيث تتنقل بين الكاميرا أو الكاميرات إن صح التعبير من مواقع مختلفة ومن زوايا مختلفة. نتابعوا الآن أيها السادة المشاهدون الأفاضل وقائع الاستقبال جانب من وقائع الاستقبال الرسمي والشعبي الذي خصص لرئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز في مطار مدينة أطار الدولي حيث وصلها قبل قليل كما تابعت معنا أيها السادة من خلال هذا النقل الحي والمباشر. وصل المدينة إذن في مستهل لزيارة تفقد واطلاع تدوم عدة أيام لهذه الولاية. يعني أيها السادة هذه الصور تأتينا تباعا ومباشرة عبر الأقمار الصناعية من فرق قناة الموريتانية المتواجدة في هذه الولاية وخصوصا في عاصمتها اليوم لتغطية بداية هذه الزيارة وسنوافيكم بذلك أولا بأول بمشيئة الله تعالى وعونه. ما يزال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إذن يصافح كبار مستقبليه في مطار أطار الدولي كما تتابعنا أيها السادة معنا عبر هذه الصور. وكنا قد تابعنا معكم أيها السادة كذلك جانبا من الاستقبال الشعبي الكبير هذه الصور إذن من وسط المدينة هذا الطريق الرابط ما بين وسط المدينة ومطار أطار الدولي حيث أخذت الجماهير مواقعها على جنبات هذا الطريق وحيث كذلك تتابعون أيها السادة وتشاهدون هذه تشاهدون العلم الوطني يرفرف في مختلف شوارع هذه المدينة على مختلف كذلك المنازل وفوق رؤوس السكان الذين خرجوا جميعا أيها السادة إذن لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية وكذلك هناك صور المكبرة لفخامة رئيس الجمهورية واللافتات التي تثمن ما حققته البلاد من إنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال فترة وجيزة وقد نالت هذه الولاية حظها إذن من هذه الإنجازات سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية المتعلقة بالصحة حيث ارتفع مستوى التغطية الصحية في هذه الولاية ارتفاعا ملحوظا نتيجة الزيادة الواضحة في البنى الصحية في هذه الولاية أو تعلق الأمر كذلك بالمستوى التعليمي والتهذيب في هذه الولاية حيث المدارس ازدادت سواء تعلق الأمر بالمدارس الابتدائية والثانوية أو الإعدادية أو تعلق الأمر كذلك بالزراعة ومختلف مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية الأدرار أو تعلق الأمر كذلك بمد شبكات المياه والإنارة والطرق التي تربط لنا مختلف هذه الولاية مختلفة إذن مقاطعة هذه الولاية بعاصمتها أو تربط هذه الولاية كذلك بولايتنا الداخلية مختلف هذه الإنجازات إذن كما ذكر زميلي مختار قبل قليل وكما ذكر الزملاء كذلك في اللغات الوطنية وكما ذكر زميلي بكار إذن محل تقدير من قبل سكان هذه الولاية وعبروا كذلك عن ذلك بخروجهم جميعا لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية وهو يبدأ زيارة تفقد واطلاع لهذه الولاية. هذه الزيارة كذلك من خصوصيتها أو من مميزاتها أنها ستشهد كذلك بمشيئة الله تعالى وعونه يوم غد حفلة رفع العلم الوطني في مدينة أطار وهي المرة الثانية التي يتم فيها هذا الحفل خارج العاصمة بعد أن تم الاحتفال بذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني السنة الماضية في مدينة نواذب العاصمة الاقتصادية للبلاد. إذن نتابع فيما يلي أستاذ هذه الصور فخامة رئيس الجمهورية ما يزال إذن في مطار أطار الدولي يصافح كبار الشخصيات
من سلطات إدارية وعسكرية ومنتخبين محليين ووجهاء الذين إذن هم في استقباله في مطار النواب في مطار أطار الدولي. كما نتابع أيها السادة عبر هذه الصور كما ذكر زملاؤنا كذلك الظروف المناخية العامة مواتية ومناسبة حيث الأجواء في هذه المدينة الآن أجواء مناسبة ومواتية حيث السماء كما تلاحظون أيها السادة ملبدة بالغيوم وذكر الزملاء كذلك أن هناك من حين لآخر تساقطات مطرية خفيفة ورد خفيفة على هذه الولاية كل هذا إذن يضفي طبعا مساعدا مميزا لهذه الزيارة التي سيشرف خلالها فخامة رئيس الجمهورية على وضع الحجر الأساس العديد من المشاريع التنموية الهامة في هذه الولاية التي ستنعكس وهذه المشاريع مش نهائيا أن هذه المشاريع تنعكس إيجابيا على المستوى معيشة ساكنة هذه الولاية. طر بابا إذن شكرا جزيلا مختار محمد علي. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم هنا من قلب مدينة أطار ضمن هذا النقل المباشر والحي لوقائع الزيارة المباركة لرئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز. الآن كما تشاهدون على الصورة هذه الجماهير التي اصطفت في مطار أطار الدولي استقبالا لرئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز الذي وصل هذه اللحظات إلى مدينة أطار في زيارة الاطلاع والتفقد التي يوديها رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز لهذه الولاية والتي بدأها اليوم. طبعا رئيس الجمهورية الآن يصافح مستقبليه على مستوى مطار أطار الدولي. طبعا الصورة مشاهدينا الكرام هي من قلب مطار أطار الدولي في هذه الصورة الجميلة والصورة الفنية الرائعة طبعا بين هضاب مدينة أدرار وهذه المناظر التي تشاهدونها. وحاول أيضا زملاؤنا أن يقربوا الصورة أكثر منكم مشاهدين الكرام. هذه الصورة أيضا جانب آخر ونوع آخر من الاستقبالات وهو الاستقبالات الشعبية التي حرص ساكنة مدينة أطار على استقبال رئيس الجمهورية وتنظيمها احتفاء واستقبالا لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز. إذن الصور المكبرة والأعلام الوطنية واللافتات المثمنة والمشيدة بالمسار التنموي وبالإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز. أيضا ساكنة ولاية أدرار يعلقون آمالا كبيرة على هذه الزيارة زيارة رئيس الجمهورية لهذه الولاية وأيضا على المشاريع التنموية التي سيعطي رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز إشارة انطلاقتها. إذن هو حماس اليوم وحيوية لهؤلاء السكان. طبعا الصورة تعكس مدى الحماس. إذن التعبير هنا التعبير باللافتات وبالإشارات وبأيضا الهتافات أو أيضا أنواع الاستقبال الحفوي كزغاريد مثلا طبعا نوع آخر من التعبير عن الاحتفال بالضيف المبارك الضيف الكريم على مدينة أدرار وعلى مدينة أطار اليوم رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز. إذا معي الزملاء أيضا باللغات الفرنسية يشاركوننا هذه التغطية. إذا عبد الرحمن سيسي bandirabe ha jonde gonne do koy Atar umarade television mom mutani en ji ngo ngallo natal bandirabe hollitu do ko yimbe be nana ndari nana jogi araraayo jumuritani ene kolliro do kodo teddudo odo kodo garde mabbe odo kodo hande mabbe jabboto hande yab ngam mawninde jeytare leedi meden bandirabe en ji natal aeroport ngal hollirno en wonde o jippima o jokkondire on walimo wurongo ngam jabbade mo hande ngallo natal joni ko hakkundido e wurongo ko do bandirabe seylabe o jogori yettade ko do o hollitabe en ji bangyo bang yimbe nan dari bangyo bang yimbe nan kollira de tawno o do kodo teddudo o do kodo garawdo en ko baddudo hunde de meeda wadede Atar hikka jey teddugal Atar jey hikka fartange ngam mawninde nyalawma jeytare leedi meden do woni hitande capan joy e jeegu bir bandirabe so Atar nabe jalti ndaw ko hani de tawno Atar sembi bandirabe Atar men kollu hande leedi ni fof nan do Atar leggi di pop nan do en gila dawa dawi ha nyalama hando sa yi Atar tan biya wonde murten fof de tawno chapado hen pullo hen bamranke hen soninke hen fof ene taway do en hande non non so ben yidi yumo ben yidi baba ngam chabade o kodo teddudo o woni mawdo leydi meden woni Mohamed Abdul Aziz o wey bandirabe mbadi ko hani be mbadi ko fodde
kadi be mbi dan gasani de tawno wadan kadi nan don e boyta e de balde de ko non bandirabe mi hokka on baba koyta wawa je hollidde on de gallo jabugal e teddugal mudum gallo dabugal e yoddi kenyani mari mu hayke lenki wageni atar maranye ki haqa je ko nagani to de ga drar to de ge jaman gi man ki gani mohammed abdulaziz ya akini adrar to de ga gani atar e jemay no ko ben hura kampin tambere ge kuna ram fonta ki lu ben su barta ki haqa je ko na yo serenye ci gila su barti ko ni gaddu ko haqan ke be adangi ten kuna ko ben ga so ronde ban ko ben ga legeni ma ko ben ga nyogo mun ka may gadi adu ko ben yi men ga wotunu no ngo kuna ku su gadi tu ci ken ko ni ki haqa dia yo kebe gani atar ma ke ki haqa de kuna ila tu ni nan tigar kebe ko di ki haqa dia kenya dan nan ti ban gamba na ko be ngam fonta nyana jamani ki no ki haqa de kuna aga ni motanire mun ku su ka motema kebe gani hasan yanga hulle nga kuna so ni kenga kuna ma wolo nga ma bambara nga kuna besu kan fonta duwala gondu kun mo ngi ido kenya me ki akadia jamana ke man kike agani mohammed ul abdulaziz ak ni tordi be ki akadia kuna ke mo ben kan dawal na daga ken kar kuna wali ke ngi me ken kar wali be ga jimi no be kan adrar ma ke kuna ado solo be ngani dipten mo ma kuben ga senan mo ngal ma kuben ga kunen hankang ngol ngo ke kar kuna isu ke mo jamani man ke kuna ido so nyana me ki akadia kuna so gondo le kuna kuna isu ili ki tunkini me ki akadia ona gami on akil muxtar geya ana ko don kebe gani wolon kan muxtar bismillah waaw ñeñi di setane sen television bu mauritanie al mauritania nak gis ngeen nak jitu remi aeroplane bu ko indi mi sank te ko ne fi ci bay aeroplane do atara di capital regional bi welay bu adrar ngeen ko gis xel wu rafet bi ci xeru atar bi nak atar nak xam na ko bax nak mbay yu bari nak ñi fi ci dekk bi way tamet ba tay tiatu bu rafet bu ko tiatu mo to wacce ci bay aeroplane ba nak jele ko ci bay aeroplane ba bo ci bi dekk bi nak ñepp ngi taxo mag ak ndaw drapeau mauritanie raay bi ñepp ngi jekati waye tak atar nak gam buri nga xam ci nak moy gam bi gi ko xam nga Abdoulaye Diouf rek Mohamed Aziz ngir ñew nak sa fonté ko atar wa té ñu ñew magal li nga xam ni mo dana juroom fuk juroom bennelu bis nga xam ni Mauritanie ci le mom bop juroom fuk juroom bennelu ak nga xam ni Mauritanie ci le mom bopam mo jox sama natango biddi di mu dal kay lak ci kalam ay arab shukran zamili mhtar idan mushahidina alkiram ma sibtum ma'ana fi hadha an-naql al-mubashir wal-hayy huna min madinati atar asimati wilayati adrar التي استقبلت قبل قليل رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز الذي وصل للتو إلى مدينة أطار تابعتم وصول رئيس الجمهورية إلى مطار أطار الدولي إذن هذه أيضا صورة تعكس حماس جمهور ساكنة أطار وهم يستعدون لاستقبال رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز إذن الصور المكبرة لفخامة رئيس الجمهورية واللافتات المشيدة بالمسار التنموي الذي شهدته البلاد في عهد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز إذن قناة الموريتانية أرادت من خلال هذا النقل المباشر والحي أن تضعكم مشاهدينا الكرام في قلب الحدث كل زاوية وكل ركن من هذه المدينة أرادت قناة الموريتانية أن تكون موجودة فيها وأن تجمع الصورة بكل تجلياتها لتقدمها في مشهد واحد يعكس الصورة العامة والأجواء العامة لمدينة أطار عاصمة ولاية أدرار التي تستقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إذن تتابعون الآن رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بدأ يغادر مطار أطار الدولي وسيمر في طريقه على هذه الجماهير التي اصطفت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على جنبات الطرق المؤدية إلى مطار أطار الدولي استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إذن ما زلنا معكم وما زال هذا النقل المباشر والحي متواصل هنا من قلب مدينة أطار عاصمة ولاية أدرار التي كما أسلفت استقبلت رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وعبر ساكنتها من خلال تواجدهم المكثف ومن خلال تذمينهم للإنجازات وللمسار التنموي الذي شهدته البلاد في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إذن مختار بابو الأحمد كان قد قدم لكم مشاهدينا الكرام معلومات فنية عن هذه الولاية على المستوى الصحي وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى البنى التحتية وقال إنها مشاريع تنموية استفادت من هذه الولاية وستستفيد أيضا من مشاريع تنموية هامة سيعطي رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إشارة انطلاقتها اليوم ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة السكان في هذه الولايات التنموية والاقتصادية بامتياز إذن الصور ما زالت تتابعونها معنا تباعا هنا من قلب مدينة أطار هذه الصور التي تأتيكم الآن هي صور من ساكنة مدينة أطار وقد اصطفوا على جنبات هذه الطرق المؤدية إلى مطار أطار الدولي طبعا معي ويرافقني في هذه التغطية المباشرة زميلي مختار باب والأحمد الذي يقرأ الصورة والمشهد من زاويته الخاصة زميلي مختار بابا
نعم مشاهدين الكرام، تتابعون مباشرة من مدينة أطار وقائع وصول رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وذلك طبعا من خلال شاشات قناة الموريتانية وعدسات مصوريها. نحن الآن في اللحظة الفيصل بين استقبالات المطار ووصول الرئيس إلى مقر إقامته، تحديدا بين مدخل المطار والإقامة، حيث خصص سكان وأطر ووجهاء هذه الولاية استقبالات شعبية حرصوا خلالها أن يعكسوا مختلف أنواع الضيافة الموريتانية الأصيلة التي عرفت بها موريتانيا عموما وولاية أدرار خصوصا، وقد استخدموا تعبيري عن ترحابهم بضيف الولاية كل هذه الوسائل التي استخدمت حديثا وما زالت تستخدم عند استقبال ضيوف في مقام رئيس الجمهورية. قدمنا لكم قبل قليل صورا عن جمالة وخيالة وصلوا فجرا إلى عين المكان واصطفوا على جلبات الطريق تعبيرا عن ترحيب السكان بضيف الولاية رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. إذن كما تشاهدون الموكب الرئاسي بدأ يتحرك باتجاه وسط المدينة، وما هي إلا لحظات قليلة وترصد لنا الكاميرات كيف استقبل السكان ولاية أدرار الذين جاءوا وتوافدوا إلى هذه الولاية من جميع مقاطعات الولاية وأحيائها وبلدياتها الإحدى عشر. إذن محمد لمين بكر. Donc, chers téléspectateurs, vous venez donc de suivre tout à l'heure avec nous en direct l'accueil au niveau de l'aéroport. Après avoir salué ces accueillants donc à l'aéroport, notamment l'administration, les représentants de l'administration, les élus locaux et les différentes délégations donc qui ont convergé ici à Attar, venant des différentes Moukata'a de la wilaya. Le cortège présidentiel va donc entamer sa marche vers le centre-ville où, comme vous le voyez ici, les populations se sont massées sur les abords de la route portant le drapeau national et sur le pont donc ici décidé à réservé un accueil particulièrement. Là, notre aspect de cette visite, ce sont les chameliers que vous voyez là. Ce sont les chameliers qui se sont donc mobilisés ici sur les abords de la route. Les chameliers qui sont donc drapés dans leur boubou bleu-blanc, un habit traditionnel qui est donc. Ici et voilà donc une partie donc de cet accueil populaire ici, les populations qui attendent donc impatiemment donc l'arrivée du cortège présidentiel. On peut dire donc que d'ores et déjà que la visite de la wilaya de l'Adrar donc a été donc entamée donc à partir de ce moment, et une visite sur lequel notre bon collègue Mohamed va nous donner quelques précisions. إذا شكرا الزميل محمد لمين بكار. إذا هذا أيضا جانب من الاستقبالات المجهزة والمحضرة هنا لرئيس الجمهورية، هو استقبال بالجمالة والخيول التي يبدو أنها تابعة لرابطة الإرشاد والتراث بولاية أدرار كما يظهر من خلال لافتات هذه الجمالة. هذا أيضا نوع من الاستقبالات، استقبال تقليدي
طبعا بالشمالة، الجمل تعرفون رمزيته في مثل هذه الاحتفالات، والخيل كذلك. طبعا اليوم هنا مدينة أطار لم تبخل ولم تدخر أي جهد في إظهار مدى حماستها واستعدادها لهذا الحدث التاريخي الهام لزيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لهذه الولاية التي سيشرف خلالها على إطلاق العديد من المشاريع الهامة التنموية ذات الانعكاس الإيجابي على ساكنة هذه الولاية. طبعا ليست مدينة أطار وحدها هي التي تحتفل اليوم بهذا الحماس بقدوم رئيس الجمهورية، بل مختلف بلديات ومراكز ولاية أدرار هي الأخرى تستعد وتفتخر وتحتز بهذه الزيارة، زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز هذه الولاية. طبعا فرق الموريتانية كانت متواجدة منذ أيام في هذه المقاطعات ورصدت انطباعات ساكنتها ومدى استعدادهم لهذه الزيارة والآمال المعلقة عليها. إذا زملاء باللغات الوطنية عبد الرحمن سيسي بندرابي انجي دوينكو بينكو جوني هاي جلودي ان جاي اي جابونغال دي تاونو ان ادرا وان نغلوبان كانينكو هنجيا دون ونو هانكي كو جوغيدن دون ونو هانكي كو جارتن بندرابي ماود ليدو تياغاندو سالمين هوهوب ارنوبي جابادمو جوني بي غومي موتون هابن لا بول فادي حكوندي ووركا دي ونو حكوندي ووركا اي لابيدي ييمبي تلفزيون فوف نانداري كلاكو ديهين ان هولون di drapoji di araraawji di jiton laabi di fof nana nyanta yimbe be nana pobbe be nana ngama be nana lewo hunde fof bandirabe nana wadire no koti wadirede de tawno eden gandi wana atar tan hande ko diwano fof no fotirno nana jipi nan do dari nan do darde mabbe de tawno kadi wulane biide ne wissuuso non hen ina hollira wonde galodo mawdo teddudo odo mawdo garedo hande ko bismado ko jidaado ko kormado de tawno ko wadato do ko ko illiti wurngo ko ko bamtata wurngo wurngo kadi ne sabbi ina damini ma gede keewde bani do jello jurto ha buro do burno do dum non bandirabe mo hokka collegue meden baba koyta yo kenyen hay kelenki mari mu khakatu yi rax yo ki mbakandu ki kena sahil no bamo hay kin tinga katta mo tan television kanyen kuni hakal ki jamani ki manki ki aga ki non ko ben hura kampin tan bere ki adoro yi ngami ki gani debe ken o ma ki hakal jokuna no ko sugani ataru maran kuna gati su yakuna ku hakal jokuna isuda me tor debe ken yele kuna yagge mu gudaban jamani ki manki dem kada wari kuna sugani killu koro ya gadi agani debe kuna isukato siki kuna gara drapon ku bagani kuna yagge me delegation ku mo gombe kuna ku ben sugani kuna garge mu jamani ki manki yirgi sine kuna no gombe gani atare ida a sugani kuna sine wujini adu kamo kabido tandumi jamani gari dukita nan daga wara sine wujini hilli adu tamulu tumule ngi agani indépendance ki kuna nali kuna anyaka kebgan tor debe ke yel ki akadiya maran suga do debu karno ki akadi su yan khat ke kare kun debe ke soronga isubo kun debe ke magani tundi kuna hakkan ke kuna gemme bi ka dabar ni jaman man ke dan agan mahamadou abdoulaziz ya agrinte nga tor debe ke carton nok sit banki kuna yo aro debe ke ki akadi kuna gemmu ko grinta green ki te kuna isu gir ki akadiya no sugan killu ko kuna gam fonte dengite agan jaman ki man ke kuna isu ra killu ko ki akadi kuna ga jaman man ke igadu ko ke nga ki akadiya wona kino kapalema agan muhtar gey ana ko dagan ke gan wolon kan muhtar gey bismillah wa mbokil c'est en ancienne télévision bu Mauritanie al Mauritania yene ngi nak en direct fi ci wilaya bu Adrar nak capital régional bi Atar bu nga xamanteni nak Atar dafa am tay gan guru yi mu ngi tourmi Mohamed Abdul Aziz gis non ka sank bu roplan bi téré nak bu mu wacc mom ci fofu ci bayal roplan ba bu mu nuyo ci safonté ak nga xam nak kilifa yi xam ñoko ñu nuyu kilifa ngor gi ñofu ñew nuyu ko way sama ni kilifa tamet yu ñofu fofu cerci ko mu daldi dugg ci otom nak jom fi ci bir dekk bi bo len setlo tambali ko fele ci yoonu bayal roplan ba fi ci bir dekk bi yoon baangi fi tal nit fo sani mbattu mu tak raay rew mi ni ci jekk ci ak portrait ji ci rew mi wa atar ngi fessé sen beuté wa atar ngi woné sen contentement way tamet sen yakar bon tek ci jitt rew mi ndax te kat jitt rew mi sa su fi ñëw rek dañ fi indi yu bes jitt rew mi sa su fi ñëw rek dañ fi tambali projet bes jitt rew mi sa su fi ñëw rek dana def li nga xamanteni nak dana bëgg lu atar ko modelo ka digi sama natango muxtar babu. إذن كما تشاهدون جميعا عبر قناة الموريتانية رئيس الجمهورية يتقدم الموكب الرئاسي في وسط أجواء احتفالية متميزة، جماهير حاشدة وموكب حاشد وعلام ترفرف وصور مكبرة لرئيس الجمهورية، لافتات تشيد وتنوه بما تحقق من إنجازات ومشاريع تنموية
لامست حياة المواطنين في كل نقطة من هذه البلاد. خرجوا جميعا من أجل استقبال رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز. في مستهل هذه الزيارة التي تحمل الكثير والكثير من البرامج والمشاريع، حيث سيشرف رئيس الجمهورية طبعا في مستهل هذه الزيارة على تدشين مشاريع هيكلية هامة، أذكر منها هنا مشروع تدشين السد الذي يعتبر مطلبا وحلما سيتحقق بعد اليوم بإذن الله. إذن رئيس الجمهورية يحيي جماهير ولاية أدرار الذين جاءوا من كل حدب وصوب ترحيبا وتثمينا، ترحيبا لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، وتثمينا لما حققه من إنجازات طالت مجالات تنموية حيوية هامة استفاد منها سكان هذه الولاية. أذكر منها هنا على سبيل المثال لا حصرا سياسة فك العزلة التي تمثلت في الطرق العملاقة التي شقت الجبال باتجاه تجكجة انطلاقا من أطار وباتجاه زويرات أيضا مرورا بالشوم، مشاريع هامة وعديدة وقد طالت مجالات تنموية كثيرة جدا. السكان كما تشاهدون عبروا، كل هنا يعبر بطريقته الخاصة عن ترحيبه برئيس الجمهورية الذي يلوح هنا ردا للجميل على سكان هذه الولاية. ولاية أدرار تخرج عن بكرة أبيها اليوم في حدث تاريخي بالنسبة لهذه الولاية، بالنسبة لموريتانيا. موريتانيا اليوم بجميع أطيافها السياسية تنتظر هذه اللحظة، تتابع هذه اللحظة التاريخية. رئيس الجمهورية في الداخل، رئيس الجمهورية حرص ضمن سياسة تقريب خدمات الإدارة من المواطنين أن تكون فعاليات الذكرى المخلدة للاستقلال الوطني من مدينة أطار، من مدينة التمور، من عاصمة الواحات، واحات النخيل. إذن الصورة هنا أبلغ من الحديث عما نشاهده نحن هنا في الاستوديو المصغر الذي أعدته قناة موريتانيا لتمكينكم مشاهديها في كل مكان في العاصمة وفي العالم بالصورة حية وبالصوت جودة لهذا الحدث التاريخي الهام. رئيس الجمهورية يشرف من مدينة أطار على حفل رفع العلم الوطني تخليدا لذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. رئيس الجمهورية يدشن في مدينة أطار محطة للطاقة الكهربائية تعزز الشبكة القديمة. رئيس الجمهورية يعزز ويزور منشآت هامة. رئيس الجمهورية في مدينة أطار يضع الحجر الأساس لمشاريع تنموية هامة. في مجال الصحة رئيس الجمهورية سيدشن وحدة لتصفية. إذن بعد هذه الزيارة مرضى الكلى ستنتهي معاناتهم، معاناة الرفع من أطار إلى أطار إلى نواكشوط مثلا. إذن مجالات عديدة سنحاول من خلال تقارير ميدانية ومن خلال تغطيتنا الخاصة والمتميزة لهذه الزيارة أن نعكسها لكم بالصورة والصوت. إذن شكرا زميل مختار بابا والأحمد. هي صورة الآن كما تشاهدون على الشاشة تعكس
تعكس حماسة الجمهور ساكنة مدينة أطار وهي تستقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز. إذن هو عناق حار بين القمة والقاعدة وصورة غير مألوفة أن تنزل القمة إلى القاعدة وتصافحهم وتستمع إلى مشاكلهم عن قرب. إذن الآن رئيس الجمهورية يسير على الأقدام ويحيي الجماهير التي استقبلته هنا والتي حرصت على أن تكون في مقدمة مستقبليه هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم. طبعا النقل المباشر والحي لقناة الموريتانية لهذا الحدث ما زال متواصلا، وكاميرا الكاميرات قناة الموريتانية اللاسلكية التي انتصبت كل واحدة منها في زاوية أو ركن من هذه المدينة لتضع المشاهدة الكريمة في قلب الحدث في أجواء هذه الزيارة التاريخية الميمونة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز لولاية أدرار، والتي أيضا سيشرف خلالها على حفل رفع العلم الوطني تخليدا لذكرى 56 لعيد الاستقلال، هذا الحدث التاريخي الهام الذي تستقبله بلادنا غدا. طبعا الزملاء أيضا باللغات الوطنية وجانب من الصورة عبد الرحمن bandirabe odon jeebodo joni natal jettugol mawdo leydi o edo e hakkunde wuro ngo bandirabe do woni do joni o yettima hakkunde wuro do omo salmandira yimbebe ben kadi e gile lawol haayi dum do nana gorfon holla yiddi yettade mo yiddi salminde mo yiddi juurade mo yiddi andinde mo kanyum buri weltade dum do bandirabe ko jango sallah jabi woni jeytare meden kono ittata hando golle de fof ko heewi badete golle kewde kimmudi darjudi ngallo natal non ngal webani yiddi ngallo hande ngal atarnabe kolliri wonde jabbade mo holliri wonde tigri kambe fobe ngari etedugal kambe fo ngari kewal kambe fo ngari itrabe mi hokka baba koyta halono ne dem gal soninki yo kenyen hay kelenki mari mu hakatu ni ragas yakuna khalawal jamal ki mo ki agan mohammed abdul aziz agum atage hakat gibe kuna ki hakat gibe agar soye be ni no gari gemu ben ga dabara dem ti kenka ra kuna yo soro nga kuna ga gemay mo gombe kuna ay meyan ka bakka wotu ki hakat ga terni itanga na lo jamake no gondi kenka ra kuna ado soro ku adiga me ku kenka ra ona hakat mo ona kini muhtar ge yana ko ngani holo ngani muhtar bismillah mbok seta mbok ci sans intelligence al mauritania na yene gis fi en direct ci atar capital regional bu adrar djiti rew mi action fi ci atar ma yene kesse mi ngi safonté ak dom atar wa atar fi sonu sen mbekté ndax te yakar no tek ci djit ñew ndit rew wati mat liggey bu ney bu fa def fi ci dekk bu atar mo dal di jox sama natango mohamed bakkar mo dal di koy wax ci kalamay nasaran. Voilà, merci Gay. Comme vous le constatez ici, un accueil populaire extrêmement chaleureux que le président de la République donc fait l'objet ici, qui salue ses accueillants. C'est, nous sommes là donc sur ces images au centre-ville d'Atar, une population complètement en effervescence qui a donc tenu à réserver cet accueil très chaleureux au président de la République. إذن كما شاهدتم مشاهدي قناة الموريتانية في كل مكان، رئيس الجمهورية وصل إلى مدينة أطار، وبعد استراحة خفيفة سيبدأ ميدانيا بأنشطته حسب البرنامج الذي أعلن عنه في بداية هذه التغطية. ونعدكم بمواكبة هذه المحطات أولا بأول بحول الله وتقديمها لكم بالتفصيل في نشراتنا القادمة ضمن البرنامج مختبر للتمور. سيزور رئيس الجمهورية وسيزور المستشفى الجهوي حيث سيشرف على تدشين وحدة لتصفية الكلى هناك. أيضا في مجال الرياضي سوف يشرف رئيس الجمهورية على توزيع بعض المعدات الرياضية تشجيعا للشباب الرياضيين في هذه المدينة. أيضا وفي المجال التنموي سيزور رئيس الجمهورية مصنع العسل، وهو مصنع خصوصي يدعم التنمية المحلية في هذا المجال. أيضا في مجال التربوي ثانوية الامتياز ستحظى أيضا بحيز هام من هذه الزيارة. وفي ضواحي المدينة سيزور رئيس الجمهورية سد واد سجليل الذي يعتبر مطلبا لدى الساكنة التي تعلمون فيضانات الأخيرة تأثرت منها عين أهل الطائع بسبب تهالك ذاك السد. اليوم سيتدخل رئيس الجمهورية كعادته
ويضع حدا لتهالك ذاك السد. أيضا في ضمن البرنامج رئيس الجمهورية سيزور مصنعا للتمور وهو مصنع قديم جديد كان يعمل هنا في السنوات الماضية لكنه تعرقل لأسباب فنية. هذا المصنع سيرى النور من جديد وسيساعد في دمج وتشغيل عدد لا بأس به من يد العاملة المحلية إضافة إلى ما سيوفره من خدمات تضمن اكتفاء ذاتيا من منتوجنا وتضمن أيضا تطوير هذا المنتوج أي التمور ومشتقاته وتحويلها إلى معلبات تصدر في الخارج. أيضا ضمن البرنامج الموجود حتى الآن زيارة متحف دويزيغت وهو متحف من المتاحف المعروفة هنا التي حافظت يضم تحفا وقطعا نادرة تعبر عن مكنون هذه الولاية هذه المدينة وما تزخر به من ثقافات متنوعة سجلها التاريخ عبر الزمن. الحدث الآخر الأهم والذي يتميز بهذه الزيارة هو تدشين محطة للطاقة الشمسية ستعزز الطاقة الكهربائية الموجودة.